يخرب بيت الظلم وسنين وشفنا ايام سودة اسود من قرن الخروب. ما هي الدنيا كده، امال انت فاكره ايه؟ ولسه ياما هنشوف. لا كلكم، واللي وراهولنا ابن المفرومه اللي بياكل قدامك ده كوم تاني. ما خلاص بقى يا ست ارحمينا بقى، انا باكل عيش وملح في بيتك بقى. نعم، طب ما انت كنت بتاكل عيش وملح قبل كده، كان تمر في جده امك. ادي ايه، خلاص بقول لك اتغيرت ورحمه ابني اتغيرت، واللي جاي غير اللي فات خلاص. هتصدقيني ازاي يعني؟ اغز نفسي بكزلك ولا ارمي نفسي تحت التوك توك عشان تصدقيني؟ لا انت عشان تموت اسرع، ارمي نفسك من على الرصيف على الارض هتموت سريع. اعوذ بالله منك، كزلك ايه وتوك توك ايه؟ كل وانت سايق وانت ساكت احسن برضه. سيبيكي منه وخليه ملهي في اللي هو فيه ده. انا نسيت احنا كنا بنقول ايه. ولا حاجه يا اختي، كنا بنتكلم في الايام السوداء. الله لا يعودها ان شاء الله. ما تفكرنيش بقى، الله لا يعيدها ايام. اللهم امين. استغفر الله العظيم يا رب. كل غوريلا يا اختي بتاكل. حبيبي شكله سمع خبر حلو جدا. ده كان كابوس وزاحم. هو الكابوس يقدر يهود ناحيه حبيبي؟ ده انا كنت دبحته. كان، لكن دلوقتي مفيش غيرك انت بس يا قمر. انا مش قد الدلع ده كله. ولسه وانت لسه شفت حاجه انت لغايه دلوقتي ما شفتش مني اي حاجه. الحمد لله ربنا يجعله عامر. بقول لك ايه يا استاذ دواهي، الحته اللي كانت هنا دي شيتك؟ حته ايه الالفاظ بتاعتك دي؟ ما تنقي الفاظك يا اخي. حته ايه دي؟ صاحبتي مالكش دعوه بيها. اصلها طيبه قوي، طريه قوي، ناعمه قوي. فخص على دي عيله، ما تلم نفسك يا راجل يا مدلدل انت. في ايه؟ انا لسه قايله لك ان دي الكلب عمره ما يتعدل، هيفضل طول عمره نجس. هو فالح في حاجه غير دن 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 دن. طول الوقت يلغ يلغ يلغ. ايه ده؟ شوف لك حاجه مفيده تعملها بدل الاكل ده كل شويه تاكل. سفره دايما، ما حدش يجي لكم في حاجه وحشه. احسن اخر الاحزان في امك ان شاء الله. الولد ده مش حاسس انه وحشني؟ ما تخليهم يصحوه اشوفه قبل ما اخرج. ده جاي من اسكندريه هلكان، ما تسيبه يستريح. عموما هنستناك انا وهو على الغدا. اوكي. ايه مالك يا حبيبي؟ في حاجه مضايقاك؟ لا لا ابدا، انا بس يعني برتب مواعيدي ويومي في دماغي. امال السكرتيره وطايع بيعملوا ايه؟ من غيرهم بتوه. بالذات طايع ده، ايدك ورجلك. طايع مش بس دراع اليمين، طايع ده عشره عمر، صاحبي صاحبي مش مجرد موظف. ربنا يخليكوا لبعض. يا دوبك اقوم انا بقى. ما قلتليش يا حبيبي عملت ايه مع البنت اياها؟ اه خلاص الموضوع انتهى، عملت عمليه بلدي. تستاهل، هي اللي عملت في نفسها كده، طماعه. ما تخلقش لسه اللي يضحك على مسعود. وبعدين يا توامي في الصاروخ اللي جالنا ده. صاروخ؟ فين ده؟ جرابين دخلوا؟ اتسطلت ولا ايه؟ امال الصاروخ اللي انت بتقول عليه ده وقع فين؟ فوق دماغنا. هي قالت معاك ولا ايه؟ كانت فوق كده يا توام، انت هتروح مني في اول اليوم. صاروخ اللي دواه وسهواك بالونا بيه. صاروخ ماله بقى؟ الهواني ما عايزينه يشتغل معانا. وماله يا زنبيل؟ ما هم عرفتهم قبلينا برضه كده، هيقسمنا في رزقنا. مفيش حد بياخد رزق حد، وعلى نياتكم ترزقون. لا اله الا الله، ربنا يقوي ايمانك يا توان. عشت يا زميلي. بالشفا يا قرشانه يا اللي سحبه الاكسجين من الحاره. الحمد لله الحمد لله. شكي الدبوس ايدك خفيفه،
قصدك ايه يا وليه؟ ايدي خفيفه حراميه ولا حراميه؟ ضحكتيني وانا متضايقه. ايوه كده انبسطي واضحكي يا اختي. قومي، رجاله الحاره واكلين وش عمالين يقولوا الوليه ام عصام فين؟ الوليه ام عصام فين؟ ما تكونيش يا وليه بتديهم مع الجرجير حبايه فياجرا. يسالوا عليا انا فين؟ انا عامله زي جهاز كهرباء وشالوه في اشته. يا اختي يسالوا عليكي يا حلوه. يمه يوم جسم ملبن يا قمر. قمر؟ ما هو سايبين القمر وبيدوروا على الضلمه. قوليلي انت اتعلمتي الحقن فين؟ الحقن مش بيقولوا كتر البكا يعلم النواح؟ ما انت عارفه انا اللي بعالج المحروس ابني نور، بديله كل العلاج وبديله الحقن كمان. ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يخليه لك ويشافيه يا رب. او النبي يا اختي ام بوقي طاهر، ادعي له يمكن ربنا يتقبل منك انت. يا رب يشافيه لك ولا يحرق قلبك عليه وتشوفي عريس يا رب، ويشافي كل عيان في الدنيا. والنبي يا رب يا قادر يا كريم. امال الدلعات البت دعاء فيه؟ استغفر الله العظيم يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات. حلوه يا بت البلوزه اللي في ايدك دي؟ لا يا ماما مش حلوه، بصي طويله ازاي. دي جميله قوي، دي الموضه. ما شاء الله يا اختي تنجزي وتخلصي. تعالي نقي معانا. طيب انقي معاكي ايه؟ يا نهار اسود ومنقل عليكوا وعلى طولة البال اللي معاكوا. ما معاك اختك تنقي اهي. ما شاء الله يا بنت انجزي. يا ماما في ايه؟ كل الحاجات عجباني. الله وحياه امك، وانا هشتري كل الحاجات ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، هي حاجه ولا اتنين بالكتير قوي. يلا خلصيني، انا رايحه مشوار اشتري حاجه وارجع. مشوار ايه؟ انت مالك انت هتضايقي مع امي؟ ارجع لك مخلصه ادفع الفلوس وامشي. الله قرف ده. ايوه دي طح. بص بص الفستان ده. نصابة! ما توطي صوتك، امي هتسمع. انت هبلة؟ مش انت اللي قلتي انك عايزة تشتغلي معايا؟ ايوه بس انا عمري ما فكرت انك بتشتغلي كده. قالوا ايه اللي رماك على المر؟ ما انت عارفة انه اتنصب عليا انا واختي وامي، نصبية العمر. وانا لا عايزة بيت ولا عايزة غيط. انا كل اللي بترجاه من ربنا ان امي تعمل العملية وبس. يا حبيبتي يا سندس، حمل كتير قوي يا اختي، الله يكون في عونك. لخصي يا اختي، هتشتغلي ولا ايه؟ ايوه، وبكره هجيب لك الشهاده وموقفي من التجنيد. لا يا لمدة، وصلتني مسوغات التعيين ووافقت اشغلك 100%. ربنا يخليكي ليا يا احلى نصابه في الدنيا. لا وليه؟ ما تنزلي عند عم جمعه تحت قدام المكتبه وتلمي الناس وتسيحي. ده يا فقرك. على جاكيت. خلصته يا ماما؟ جبنا شويه حاجات تحفه يا اختي. الف مبروك، عقبال ما تدوبوا عدد خطانهم يا قادر يا كريم. المهم يكون عجب اختك عشان تبقوا تغيروا مع بعض. عجبوني قوي قوي يا طنط. الف مبروك يا حبيبي الطنط، عقبال ما نجيب لك جهازك يا قادر الكريم. الله يبارك. وان شاء الله الهديه دي كمان تكون عجبتك. ايه دي بقى؟ انت مالك؟ ده موبايل جايباه لاختك عشان معهاش موبايل. ليه انا يا طنط؟ طبعا. وكتاب الله المجيد. وكتاب الله المجيد. قبل ما اجيب لك جهازك يا قادر يا كريم، وانا بالصحه والعافيه. ربنا يخليكي ليا يا طنط يا رب. ويخليكي لينا يا رب. طب وبنتك؟ إيه؟ مالها بنتي بقى؟ في ايه؟ ايه؟ عاوزه ايه؟ عاوزه موبايل جديد. ايه موبايل جديد ايه؟ بحب الزياده، انت بتجري في كل حاجه، ما معاكي موبايل لما يبقى يبوظ بشتري غيره. بس كده والله هكسره لك حالا. على انها ما كسر لك دماغك هنا في المحل، وخلي ما يشتري يتفرج عليك. يلا اطلعي يا واطيه بنت الواطيه قدامي، واخده كل اطباع ابوكي، مات وساب لي اطباعك. يلا. قدامي. يلا يا اختي انجزي انت. وايه الموبايل؟ اخبار ام ولي العهد ايه؟ الحمد لله تمام يابا. مالكش بركه اللي هي، مش هوصيك. تلاش يابا. ربنا يتمم لها على خير يا رب. عارف يا سامح انا فرحان قد ايه ومستني اللحظه اللي اشيل ابنك فيها على ايديا؟ نفس فرحتي يوم ما كنت مستنيك تتولد، ويمكن اكتر. امك الله يرحمها. الله يرحمها. كان نفسها تعيش وتشوف اليوم ده. تعيش وتفتكر يابا. صباح الخير يا ام جمعة. صباح النور يا بنتي. خليك معايا هنا. ما انا معاك اهو يابا. انت ما بقتش معايا خالص. هتسمي حفيدي ايه؟ ركز مع امي انا. جرى ايه؟ جرى ايه صاروخ لحد تنسى اسمه؟ لما اقول الكلب يبقى مين؟ يبقى مسعود. شفت انا فاكر ازاي؟ هو انت لسه ما تعطرتيش بيه؟ لا لسه. عايزاك وانت بتدور على الكبير بتاعك ده تقلب لي الدنيا على مسعود الكلب. عارف يا واد يا صاروخ، لو عرفت تجيبه ليك عندي حلاوه كبيره قوي. وبالنسبه لسندوتش القشطه بالحلاوه ده ايه؟ ها؟ مصلحه ولا مستروحه؟ ما تلم نفسك. هو انا كوز دوره قاعد ولا ازاي؟ ازاي؟
ايه الاشكال اللي بتحدف علينا دي؟ اشكال يا اختي كمال وحلو، يا اختي كمال وسكر. اخرس نوال، ما تعبريش الاشكال اللي زي دي. نوال نوال، انا اسم ماما الله يرحمها. امك يا ابن النصابه، ده نجمك دي سمعت لها يجي 17 اسم لحد دلوقتي. ايه؟ ايوه مامي كانت غاويه دلع فاني يعني. مامي كانت فاني؟ يس. لا حاجة حلوة. ايه الكلاحة دي؟ كلاحة يا قديمة قوي كلاحة دي، بس طالعة من بقك سكر. صاروخ ركز مع امي. انا تعب وتغطس وتجيب لي الكلب اللي اسمه مسعود ده، انا لازم الاقي ادهم باسرع وقت. فاهم يا ذكر النخل ولا مش فاهم؟ فاهم. تضربي طعمية طيب؟ الله يخرب بيتك يا صاروخ الكلب. ايه يا منيل؟